تنديدا بتردي الوضع المعيشي في البلاد، انطلق حراك شباب غات السلم في الجنوب الغربي المطالب بتوفير أبسط الحقوق المعيشية من كهرباء وماء وبنزين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي، مطالبين بتوفير الحياة الكريمة للمواطن. المظاهرات جابت شوارع وأحياء بلدية غات، ورفع المتظاهرون خلالها عدة شعارات من بينها: نبو دولارات زي الزلمات، ولا للميليشيات، نعم للجيش والشرطة. المتظاهرون ألقوا خلال التظاهرة بيانا حملوا خلاله بعثة الأمم المتحدة المسؤولية من جراء التدخلات الأجنبية في البلاد في إشارة لتركيا، كما نددوا باعتقال المتظاهرين السلميين من قبل ميليشيات الصخيرات في طرابلس. المطالب بتحسين الوضع المعيشي والخدمي ومحاربة الفساد، والمتضامن مع حركة 15 و23/8 السلمي، نعلن تأييدنا التام لهذا الحراك السلمي، ونطالب بعثة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بما يحدث في ليبيا من تدخلات أجنبية وترهيب واعتقال المتظاهرين السلميين ومحاربة الفساد. حراك غات يأتي على غرار الحراك الذي تشهده طرابلس وعدد من مدن الغرب ضد الفساد وعدم توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة للمواطن. بوبكر العقيلي، ليبيا الحدث.